ضمن فعالية أسبوع الصحة واللياقة في إكسبو 2020 دبي وبالتعاون مع غرفة دبي، انطلق في مركز دبي للمعارض في إكسبو منتدى الأعمال للصحة واللياقة تحت شعار كيف نوجد عالما سعيدا وصحيا. المنتدى تطرق إلى أهمية التعاون والجهود المشتركة في التعامل مع القضايا التي تؤثر على صناعة الرعاية الصحية العالمية والعوائق والتحديات والفرص لتأمين رعاية صحية مستدامة للجميع، وكيف يدعم مجتمع الأعمال تأمين حياة أسعد وصحة أفضل للمجتمعات.